تعرف روحك انك لازم تستعمل كرياتين حاجه سهله، هذا هو المومون المناسب اللي خاصك تعرف انك في حاجه الى الكرياتين. الكرياتين واش راح يدير؟ الكرياتين راح يدخل الماء للعضلات تاعك، ولا دخل الماء للعضلات تاعك الحاجه. الان طريقه استعمال الكرياتين، الا كنت جد كيف. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، معكم اديام. اليوم احنا نحكيوا على موضوع مهم كامل الناس تسال عليه، مكمل غذائي اللي كامل الناس تحاول تفهم شنو هو هذا المكمل الغذائي. بلا ما نطول عليكم، مكمل الغذائي هذا هو الكرياتين، راكم تشوفون فيه كيما راهو شركه تاع بيوتك. فيديو تاع اليوم راح نحكيوا على الكرياتين وشنو هو الكرياتين وكيفاش مخدوم، ولا باسكو كنا نحكيوا عليه حتى العام الجاي ما نكملوش. حاجه سهله، ما تحب تعرف لي ديتاي هذوما ادخل للسيت تاع الشركه، حيعطوك كامل المعلومات على المكمل هذايا. لا تحب تعرف كيفاش تعمل الكرياتين وقتاش تعمل الكرياتين والفوائد تاع الكرياتين، تتبع الفيديو هذا الاخير راح تعرف الشيء هذا كامل. تعرف روحك انك لازم تستعمل كرياتين حاجه سهله مهله. راك تشوف كي تروح لاصال تونطريني، كي تدخل تونطريني تبدا تونطريني، حاجه الاولى عيان، ما تقدرش تكوسي، ما تقدرش دير لا شارج. اون بلوس تخمم وقتاش تكمل لا سيونس تاعك، اوليو باش تكونسونطري في لا سيونس تاعك وتستافد منها، تولي تخمم جوست وقتاش تكمل لي ريبيتيسيون تاعك، ولا تكمل السيري، ولا تكمل لا سيونس تاعك. هذا هو المومون المناسب اللي خاصك تعرف انك في حاجه الى الكرياتين. هنا الكرياتين واش راح يدير لك؟ الكرياتين راح يزودك بالطاقه اللازمه باش تؤدي التمرين تاعك بكل تركيز وبكل قوه، وراح يساعدك على قوه التحمل. واش معناتها؟ تقدر تبوسي لور، معناتها ما تعياش وتكمل السونس تاعك وتسنى وقتاش تكومونسي السونس جديده. اتون ماهوش ماجيك، ماهوش حاجه سحريه، مي سي لا مينيموم دي شونس. اشاعه الناس تقولك بزاف الكرياتين انه يدير الماء بين الجلد والمشكل، هذه حاجه ما كاش منها. الكرياتين واش راح يدير؟ الكرياتين راح يدخل الماء للعضلات تاعك، ولا دخل الماء للعضلات تاعك الحاجه العضلات تاعك راح تنتفخ وراح تزيد الحجم تاعها وراح تكون محميه. محميه من واش؟ كي دير لا شارج وتبوسي لور واش راح يصير؟ تكون معرض للاصابه. الفائده تاع الكرياتين خاوتي العزاز راح يدخل للماء للمشكل تاعك، كي يدخل الماء للمشكل تاعك راح تكون عندك نسبه صغيره انك تتعرض للاصابه تاعك. الكرياتين راح يساعدك في التشافي فبسرعه كبيره، هذه هي الفائده تاع الكرياتين. الان طريقه استعمال الكرياتين، اذا كنت جديد واول مره تستعمل الكرياتين، حاجه اللي ننصحك بها انك دير روشارج سمانه كامل. واش معناتها دير روشارج؟ راح تقوم بشحن الجسم تاعك لسمانه كامل، راح تاخذ 20 غرام في النهار توزعها على حساب الوجبات تاعك، وتاخذ قبل التدريب ما تنساش. بعد اسبوع واش راح تولي دير؟ راح تولي تاخذ من 3 الى 5 غرام في اليوم، هذا هو المعدل الطبيعي تاعك. وما تنساش تاخذها قبل التمرين بنص ساعه، غير تاخذ الكرياتين نص ساعه ما بارد، كاس ما بارد 3 غرام كرياتين قبل التمرين وروح تونطريني. هنا راح تستفيد من الكرياتين تاعك. وما تنساش حاجه ثانيه، الكرياتين ولي دوز تاعو يختلفوا من الكور للكور، يختلفوا من وزن من وزن، ومن حجم الجسم لحجم الجسم، هذه الحاجه ما تنساهاش ثاني. هكا رانا عرفنا كامل حوايج متعلقه بالكرياتين اللي اي ديبيطو يحوس يفهمهم، ما حكيناش عليه، ما تفلسفناش عليه، عطيتك زوج لي ديتاي اللي انا رياضي اللي حوست نفهمهم وفهمتهم وراني بارطاجيتهم معك اليوم. الى عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتروح تشوف فيديوهات اللي فاتوا وتسناي في فيديوهات جدد، وما تنساش لايك لا فيديو وتبارطاجيها مع لي زامي تاعك هكا باش يعرفوا. وخلينا خلي كومونتير تحت وقلنا واش رايك في الكرياتين، بنديكم فيديوهات على مكملات واحده اخرى، ما تنساوش تخليهم لنا في لي كومونتير، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. علي تشاو ليكيب.